ازيك؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ تسلم يا رب، تسلم. ازيك؟ ايه الاخبار؟ كله كويس؟ الحمد لله رب العالمين. وصلنا لفين دلوقتي؟ وصلنا في انتظار الجراحه الاخيره. احنا فاضل بس هي القصه، انت عملت المرحله الاولى اللي هو الحمد لله بريست اكسجن الماستكتومي في المنوفيه، في المراحل الجايه مفيش حد في المنوفيه بيعرف يشتغل. بالظبط. تمام. يعني لكن احنا خلاص ابتدينا، يعني احنا اوريدي عملنا المرحله العلاجيه عشان الرحم ولا مش النووي؟ لا لسه، ما احنا هنشيله في المرحله الاخيره. يعني يعني هنعمل تو سيشنز مع بعض. بالظبط، احنا كده بدانا الجراحه اللي هي بتاعت السيد، خلصناها الغدد بتاعته. وبدانا حمض الهرمون ده نظبطه كويس. والحمد لله رب العالمين. طيب كويس. دكتور محمد هيعمل لك عمليات فين؟ في عندنا في القصر العيني ولا؟ انا نفسي تكون في القصر العيني حاجه. طيب خلاص، يبقى هنرتب ونعملها في القسم عندي. تمام. يعني انا كنت بس عايز اقابل حضرتك من فتره، ما كنتش عارف اعمل ده. ليه؟ انا مشغول. كنت دايما مشغول، حتى لما جت الحاله بتاعت اسكندريه. يعني في العياده زي ما في القصر العيني الصبح. انت عارف معايا طبعا، حافظها يا دكتور بقالي سنتين حافظها. ما غيرناش. المشكله عندنا انا ما كنتش بعرف اجي الصبح خالص، لان كنت بشتغل الصبح. فما كنتش عارف اصلا حاجه خالص. خلاص، يبقى ان شاء الله تفضي نفسك ونبتدي. يا رب يا مسهل الحال. يا رب يا مسهل الحال. ماشي، شكرا لك يا دكتور. ماشي، اتعبك معايا. ان شاء الله. يا رب. شكرا لك. انتظارك ان شاء الله تجينا الاسرع. هو مفيش حاجه اسمها تحويل جنسي، في حاجه اسمها تصحيح الجنس. اللي هو التصحيح الجنس معناه اننا بنشوف ما هو الجنس الاصلي وما هو الجنس العقلي للشخص. احنا لو هنقول مقدمه بسيطه في 3 دقائق كده لو سمحتوا لنا، احنا عندنا الجنس، ما هي محددات الجنس؟ الحقيقه محددات الجنس بتبتدي اولا بالجنس الكروموزومي او الجيني، اللي هو الشخص يبقى الكروموزومات بتاعته تبقى اكس واي ولا اكس اكس. فلو اكس اكس يبقى انثى، لو اكس واي يبقى ذكر. وبعدين الجنس الداخلي، ده رقم 2. الجنس الداخلي ده جزئين، الجزء الاول اللي هو الغدة الجنسية الاولية، ودي ممكن تبقى مبيض او خصية. ثم القناة التناسلية الداخلية، اللي هي ممكن تبقى في حالة الرجل اللي هي البربخ والوعاء الناقل والحويصلات المنوية والقناة القصفة. في حالة الانثى عبارة عن رحم وانابيب وعنق رحم ومهبل، ده اسمه الجنس الداخلي. ثم الجنس الظاهري، ده الجنس الثالث او المحدد الثالث للجنس، اللي هو الجنس الظاهري اللي هو خارجيا يبدو في كيس صفن مقفول وعضو ذكري اطول طويل شويه نسبيا، فده يبقى ولد. او شق طولي اللي هو الشفرات كبرى وشفرات صغرى وبزر صغير، فده يبقى الشكل الظاهري للأنثى، احنا بنسميه ده اسمه الجنس الظاهري. ثم يأتي بعد ذلك ما نسميه بجنس التنشئة. احنا دلوقتي الطفل ده أهله سموه ايه؟ حسن ولا إحسان؟ وكيف تمت معاملته وتنشئته؟ ده اسمه جنس التنشئة. المحدد المهم الآخر اللي هو ما يسمى بالهوية الجنسية، والهوية الجنسية دي بيتم او بيبدا الشعور بها في سن 2 إلى 3 سنين، وبتكتمل عند سن 4 إلى 5 سنوات. ماذا نعني بالهويه الجنسيه؟ الهويه الجنسيه هي احساس الشخص من داخله بانوثته او رجولته. يعني هو حاسس ان هو ولد ولا حاسس ان هو بنت. وده بيبتدي من صغير من سن 2 زي ما قلنا، بيبتدي ويبان في سلوك الاطفال. هو غاوي يلعب بمسدسات وألعاب عنيفة ويشوف الجيمز اللي فيه عربيات وصدامات، ولا عايز يلعب ألعاب هادية بعروسة، وكيف يتعامل مع المجتمع وعايز المجتمع يتعامل معاه ازاي. ده اسمه اللي هو الهوية الجنسية. ده باختصار محددات الجنس، تمام، أو جنس الشخص، يعني إذا كان ذكر أو أنثى. طيب دلوقتي ايه اللي هيخلي شخص يشعر ان هو مختلف، او ان هو لا حاسس ان هو مش طبيعي وان هو لازم يغير جنسه؟ هم مسمينه حسن عايز يبقى احسان، او احسان عايز يبقى تبقى حسن. هذا الامر الحقيقه له مجموعتين من الاسباب. المجموعه الاولى اللي احنا بنسميها الخنثى او التخنث، وده اضطراب عضوي بيبقى فيه الشخص
الجنس الظاهري اللي هو منطقة العجان مختلف عن الجنس الداخلي، بمعنى ان هو ممكن ان يكون خنثى ذكرية. بمعنى ايه خنثى ذكرية؟ يعني هو داخليا ذكر، بمعنى عنده الغدة الكروموزومات XY والغدة الجنسية الأولية خصية والقناة التناسلية الداخلية هي للرجل، تمام، ولا يوجد قنوات أو أعضاء تناسلية داخلية أنثوية خالص، لكن الشكل الظاهري من بره في شق طولي بكيس الصفن، فتحة العجان فتحة البول بتبقى في العجان والعضو الذكري صغير. ده ممكن ينتج نتيجة اضطراب في الهرمون، ان الهرمون الذكورة لا يفرز، لان هذه الاعضاء بتنمو بناء على او تحت سيطرة هرمون الذكورة، فاما ان هي الهرمون ما يبقاش موجود او موجود وغير فعال نتيجة ان المستقبلات بتاعته مش موجود، وده اللي احنا بنسميه التخنث او الخنوس. ده شخص الشكل الظاهري بتاعه مختلف عن داخله، وبالتالي هذا يعاني اضطراب عضوي وليس اضطراب نفسي. والعكس ممكن ان يكون هناك خنثى انثويه، يعني هي داخليا انثى كروموزوماتها اكس اكس وداخليا في مبيض وفي قناه تناسليه داخليا انثويه، وهذا الشخص ظاهريا يبقى فيه الالتئام او التحام في الشفرات تشبه كيس الصفن، وطول في البظر ما يشبه العضو الذكري، وده يسمى باسم ولد أول ما. لكن إيه اللي بيحصل بقى الناس دول مع البلوغ لو لم يتم اكتشاف هذا مبكرا في مرحلة الطفولة؟ في الحالة الأولانية يبتدي البنت اللي في ساعة البلوغ تروح لأصل الدورة، ما بيجيش، إحنا كملنا 13 سنة وما فيش أي، أو يبتدي يظهر إن طبعا ما فيش ثدي بيكبر، ويبتدي يظهر دقن وشنب، ويبتدي نموه عضلي وجسماني يشبه للرجل، او ان هو يعني ده رايح يكشف عشان ما بتجيهاش دوره، فيتم اكتشاف ان هذا الشخص هو ذكر وليس انثى. والعكس الشخصيه الاخرى ان هو ممكن نتيجه زياده افراز الهرمون هي مسميينه ولد، ولكن لا يبدو عليه اي علامات بلوغ، او ساعات لو الهرمون زائد من نشاط، لو الهرمون زائد من المصدر اللي بيفرز منه يبان عليه اعراض بلوغ مبكر كانه ولد، ولكن لما يروح للدكتور نكشف عليه نشوف ايه الحكايه ما نلاقيش الاعراض دي خالص، ما نلاقيش عليه علامات الذكوره الكامله، تمام. ده اسمه الخنثى، في خنثى ذكريه وخنثى انثويه. ده بيمثل 80% من الحالات اللي بيتم تصحيح الجنس فيها. في هذه الحالات اللي هي الخنثى، تمام، بنهتم جدا جدا بالجنس العقلي، ده في منتهى الأهمية. لماذا؟ هنضرب مثال. لو أن مثلا هو ولد حقيقة الكروموزومات بتاعته X و Y وعنده خصية بتبقى معلقة والأعضاء التناسلية الخارجية بتاعته تشبه الأنثى، وبعدين تم تنشئته على أنه أنثى وتسمى إحسان وكمل وعاش في المجتمع لأنه إحسان وإحساسه من جواه أنه هو أنثى، لو انت جيت قلت له لا ده انا هقلبك ذكر، ده ممكن ينتحر فيها. احنا طبيا حتى لو تم التصحيح سواء هو ذكر او انثى هو مش هينجب، تمام، لان الخصية المعلقة اللي وصلت لحد مرحلة 12 سنة خلاص دمرت ولن تنتج حيوانات منوية، وبالتالي هو مش هيبقى خصيب سواء كان رجل او انثى، تمام. ثانيا ان العمليات التحويلية اللي ممكن تجرى هتخليه يعني الى حد ما ذكر يعني شكلا وظاهريا، لكن موضوعا مش هيبقى كده، تمام. فساعتها بيتحكم لو هو لا يتصور ان هو ممكن يكمل كرجل، ان هو يبقى الافضل ان هو يظل انثى كما هو، ونشيل الخصيتين الموجودين ونجمل مكان الأعضاء التناسلية الخارجية يشبه المرأة تماما، وده سهل. لكن ده في 10%، 90% من هذه الحالات بتطلب بقى انها تغير تبقى تصحح الجنس الأصلي بتاعنا يبقى راجل. الناس دول امتى بيجب التصحيح؟ اولا احنا بننصح دائما ان لما يبقى فيه الشكل العام مش طبيعي لابد من حتى ده المفروض يتم اكتشافه ساعة الولادة،
يعني الطبيب الأطفال اللي هو بيشوف الطفل ده ساعة ولادته لازم ياخد باله إن الدنيا مش 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 طبيعية، في حاجة أكبر من اللازم، في حاجة أصغر من اللازم، في حاجة مش طبيعية، وبالتالي إحنا ممكن حتى نؤخر إن نسميه إيه وننشئه إزاي لفترة أسبوعين ثلاثة حتى يتم التشخيص الطب العضوي السليم علشان ما يبقاش فيه بعد كده الكونفكس. فإحنا طبعا التصحيح ده المفروض إن هو بيتم يا يعني إما ساعة الولادة أو مباشرة في أول سنة أو سنتين من عمر الطفل. لو هو الأمور تم تنشئته وتربيته على بالطريقة الغلط ووصلنا لمرحلة البلوغ وابتدى يشعر لا ده إنه هو راجل وإنه هو مش أنثى أو العكس، يبقى في هذه الحالة بيتم علاج المشكلة وتصحيح الجنس للجنس الأصلي بأدوية ثم بالتدخل الجراحي. الحالات اللي هي لكن الافضل او اللي هو الواقع اللي احنا بيتم فعلا ان 90 او اكثر من 90% من هذه الحالات بيتم علاجها في مرحله الطفوله المبكره في سن سنتين او ثلاث سنين لان بيتم اكتشافها بدري. لكن هو طبعا المشكله في بعض الحالات اللي هم 10% اللي هم في الارياف او كده اللي هم مش بيعملوا متابعات طبيه او الاطباء ما بيركزوش قوي في الجزئيه ديت ما بياخدوش بالهم، ساعات يتأخر التشخيص لحد زي ما قلنا مرحلة البلوغ ويبتدي يحصل البلوغ في الاتجاه المعاكس، يعني يبقى هو متسمي راجل ومنشع على هذا وبعدين يحصل له بلوغ في اتجاه الأنوثة أو ينزل له حيض ساعات أو يعني مش بيبقى بيسميه حيض بيسميه نزيف من مجرى البول أو العكس إن هي الأنثى بيبتدي ما يحصلهاش حيض ويبتدي يطلع لها شارب ولحية ويحصل نمو جسدي كالرجل تمام. النوع الثاني بقى اللي هو بيطلب تصحيح الجنس وهو ده اللي فيه مشكلة الحقيقة سواء في تشخيصه أو التعامل معاه، وهو ما يسمى باضطراب الهوية الجنسية. احنا يمكن في أول الكلام قلنا إن الهوية الجنسية دي بتتشكل من عند الطفل من سن سنتين وتكتمل في سن 4 أو 5 سنوات، هي الحقيقة كمان بتبقى ممهد لها مسبقا من والطفل جنين في بطن امه من خلال ما يسمى بتذكر المخ. تذكر المخ يعني تعرضه لهرمون الذكوره بنسبه عاليه جدا فيحصل نوع من التذكر المخ، ان المخ يحصل له بنسميه الاندروجينيزيشن اللي هو المخ نفسه يتشكل هرمونيا يتاثر بشكل معين، وده بيمهد ويؤهل لإحساس الطفل في سن سنتين إن هو رجل. وده سواء كان الطفل ده رجل أو بنت، يعني بيبي بوي أو بيبي جيرل، يعني طفل ذكر أو طفل أنثى. فالحقيقة اللخبطة أو الاضطراب في الإحساس بالهوية الجنسية أو الإحساس الداخلي ده اللي إحنا بنسميه اضطراب الهوية الجنسية أو اللي بنسميه ترانسكس، ده هو الحقيقة فيه مشكلة ضخمة جدا سواء في الموافقة على علاجه أو في المراحل العلاجية والتشخيصية اللي هو بيمر بها هذا الشخص، لأن إحنا بيبقى مطلوب أننا نبتدي سكة التشخيص من الأول، إن إحنا نحدد كل المحددات الجنسية، نبتدي بالجنس الجيني والكروموزومات ثم الجنس الداخلي ثم الجنس الخارجي ثم الجنس التنشئة ثم الجنس العقلي، وبعدين نستبعد كل يعني الأسباب الأخرى التي قد تدفع الشخص إلى طلب تغيير جنسه أو تصحيحه إلى شكل آخر. ده الحقيقة مهم وده بياخد فترات طويلة جدا جدا، ويتدخل فيه الطبيب اللي هو بيشخص الناحية العضوية وحد اللي هو المتخصص في الوراثة عشان يشوف الجينات بتاعته وهل فيها أي اضطراب سواء في عدد الكروموزومات أو في الجينات، ثم الطبيب النفسي، وده مرحلة في منتهى الأهمية ومنتهى الطول لأنها الحقيقة ضروري الطبيب النفسي يحدد هل فعلا ده اضطراب هوية جنسية حقيقي ولا نوع من المرض النفسي كانفصام الشخصية أو الوسواس القهري، يعني يكون فكرة ملحة عليه. الوسواس القهري ده بيبقى فكرة بتلح على المريض وتفضل تتكرر في ذهنه ويحيا بها ويعيش بها ويتخيل أنها حقيقة، وممكن الخاطر أو الأوبسيشن اللي بيجيله ده يكون أنه هو ست أو أن هي راجل،
فالامر الثاني المهم ان هو البيئه الاجتماعيه المحيطه اللي هو بيتاثر بيها، دي مهمه جدا، او ان هذول الاشخاص يكون عندهم نوع من الشذوذ الجنسي او غير ذلك، وهو عايز يطلب التحويل عشان تبقى الامور صوره او التغيير بتبقى الامور بصوره رسميه. الحقيقه ده لازم كله يتم استبعاده، وبعد التاكد تماما ان هذا المريض يعاني فعلا من اضطراب هويه جنسيه يتم علاجه بواسطه الطبيب النفسي، علاج دوائي وعلاج سلوكي مده لا تقل عن عامين، عن عامين كاملين ومتواصلين. واذا فشل في هذا العلاج بيبتدي يطلب من المريض ان هو ياخد ما يسمى بالجندر رول، طب يتعامل بقى مع المجتمع بالجنس اللي هو حاسه او الجنس اللي هو شايفه، ونشوف هو المجتمع هيقبله وهو هيتقبل المجتمع ولا لا. الحقيقه قبل الموافقه، وده معناه اصرار المريض ان هو يعدي ويمر بكل مراحل العلاج الطويله اللي هي تصل الى 5 أو 6 سنوات ديت في تشخيص وعلاج، ده يؤكد ان هو بيعيش فعلا هو في محنه وفي اختبار نفسي شديد جدا. وعلى المرضى فعلا بيبقوا الحقيقه سبب تعاطف شديد جدا معاهم، لانهم بيحيوا مأساة إنسانية شديدة جدا جدا جدا، وعدم التعامل معاهم وتفاهم ظروفهم المرضية قد يودي بأنه يقدم على الانتحار في حالات بهذه الصورة. وبالتالي لازم المجتمع ولازم الطب يبذل جهده ويتعاطف مع هؤلاء الناس، لأنه الحقيقة هم وإن كانت حالات نادرة وحالات قليلة لكن تستحق ان هي ترعى او تراعى، لان المريض في النهايه لازم يعالج، وما ولا يصح ابدا ان احنا نحكم عليه بالموت، يعني ده لا يصح اطلاقا. في نظريات كثيره جدا لسبب اضطراب الهويه الجنسيه، ايه اللي يخلي شخص راجل يحس انه ست، او ست تحس انها راجل، تشعر انها راجل. اولا لازم عشان نشخص ان في اضطراب هويه جنسيه لازم هذا الشعور بيبقى يحياه المريض منذ الصغر، من طفولته، ووجوده احساسه بانه هو راجل محبوس في جسد انثى او انثى محبوسه في جسد رجل، ده بيعمل ضغوط نفسيه شديده جدا على المريض او المريضه، ومش قادر يتعامل مع المجتمع ولا قادر يتكيف معاه، وهو بيعيش معاناه انسانيه شديده جدا جدا جدا. سبب ده اللي بيحصل ليه، احنا الحقيقه في نظريات كتير جدا، لكن لو في طالما في نظريات احنا دايما بنقول في الطب، يعني طالما فيه ثيوريز يبقى مفيش حقيقه، يعني يبقى كل حد هيقول وجهه نظر. ناس بتقول ان ده نتيجه تعرض المخ في 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 الرحم لنسبه عاليه من هرمون الذكوره بشكل او باخر. ناس بتقول ان المشكله لا، ده في نتيجه لخبطه جينيه غير مكتشفه. ناس بتقول ان هو والله لا، ده نتيجه التنشئه، يعني مثلا ده لو واحد طفل اتولد على 4 بنات وهو ولا 5 بنات، فهم عشان خايفين عليه من الحسد ابتدوا يلبسوه مش عارف ايه ويعملوا له توكه وفيونكه في شعره ويتربى في وسط اخواته البنات، فابتدى يجيله الشعور ده ان هو زيهم، يعني ان هو نظريه سموها الوراثه الاجتماعيه. كل دي نظريات، لكن المؤكد ان هو نوع من الاضطراب العقلي، احنا مش عارفين سببه ايه، ممكن يتم اكتشافه بعدين. لكن في الاخر في الحقيقه بعض منها هؤلاء المرضى بنجد عندهم اضطراب في الهرمونات، يعني اضطراب في الهرمونات، في لخبطه في الهرمونات، وان هرمون الذكوره نسبيا اعلى من غيرهم. لكن ليه ما هو في بعض السيدات اللي هم مثلا عندهم عندهم اضطرابات زي تكيس موبايل وكده، عندهم نسبيا هرمون الذكوره اعلى لكن ما عندهمش هذا الشعور. وعشان كده احنا السبب وان كان غير محدد، لكن احنا امام حقيقه في الاخر ان مريض بيعيش ماساه انسانيه ضخمه جدا، انه مش قادر يتكيف مع الجسد او الجنس العضوي اللي هو فيه، وده مسبب له عدم قدرة على التعامل مع المجتمع وبيعيش مأساة ضخمة. الحقيقة المهمة ان المرضى دول الجنس لا يمثل في حياتهم مشكلة
خالص، ولا هم مارسوا جنس ولا عايزين يمارسوا جنس ولا عايزين يغيروا عشان الجنس، يعني الممارسة الجنسية بالنسبة لهم ما هياش في خاطرهم ولا في بالهم. ودي من احد الشروط الهامة جدا اللي هو الطبيب بنقدر نشخص بيها ان المريض ده ما عندوش نوع من الشذوذ او الممارسة الجنسية الخاطئة هي اللي بتدفعه لهذا الشعور. على المرضى الموضوع ده لا يشكل بالنسبة لهم اي اهتمام في حياتهم. لو ان مثلا واحدة بتقول لا انا عندي انا شعوري ان انا احيا كرجل، احنا في بناخد التاريخ المرضي لانها بتمارس العلاقة الجنسية مثلا مع واحدة ست تانية، سواء هي بتاخد الدور الاكتف او الدور الباسيف، ده الحقيقة بينفي الى حد كبير جدا جدا ان هي تكون اضطراب هو جنسي. ده نوع من الممارسة الجنسية الخاطئة الشاذة، وده سهل بيتم اكتشافه. وممكن يبقى رجل نفس الامر، هو بيقول انا حاسس ان انا ست وعايز اعيش ست واكمل ست ومش قادر احس ان انا راجل. واحنا في الاخر بالفحص الظاهري وبالتاريخ المرضي بنجد ان هو متعدد العلاقات الجنسية الشاذة، فبنعرف ان ده مش القصة ان هو عنده اضطراب هوية. ده يعني الطبيب النفسي في مراحل التشخيص والعلاج الطويلة بيقدر يكتشف الامور دي بسهولة. وفي الغالب دول ما يعني ما 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 لا يتم لا الموافقة بتصحيح الجنس بالنسبة لهم او تغييره او حتى علاجهم باي تدخل جراحي، بيرفض كل هذا الكلام في اللجنة. لو في خنثى ذكرية كما قلنا سابقا، لو ان احنا عندنا خنثى ذكرية وجت ساعة البلوغ وابتدت يعني يحصل لها تغير، احنا لكن هي شعورها الداخلي انها انثى وما لا تستطيع ما لا تتخيل انها تكمل حياتها كرجل، في هذه الحالة يبقى من الافضل ان تكمل انثى. ودول بيبقى الحقيقة عندهم المشكلة بسبب مستقبلات هرمون الذكورة اللي هي ما بتبقاش شغالة، وبالتالي احساسهم العقلي وما حصلش تذكر للمخ، وبالتالي احساسهم العقلي ان هم اناث وان هم لازم يكملوا اناث، وبالتالي من الافضل ان هم يكملوا اناث، لان احنا حتى لو خليناهم على الجنس الاصلي بتاعهم كده كده مش هيبقى خصيب، فالافضل ان هو يعيش بالجنس العقلي اللي هو متكيف معاه عشان يقدر يتعامل مع المجتمع ويتعايش كشخص طبيعي، بدلا من الاصرار على ان احنا نقول لا ده الجنس الاصلي بتاعك كذا فيروح ينتحر. الاسباب الحقيقيه للخنوثه او التخنث ده بيتطلب ان احنا نبقى متخيلين ان ازاي الجنس بيتكون. الجنين في بطن امه الاصل ان هو يبقى انثى، الاصل ان هو يتجه اتجاه الانوثه. علشان نعمل منه ذكر لازم نتدخل في كل مرحله من مراحل تكون الجنس. لو احنا عندنا الجينات تركيبة الكروموزومات اكس واي، فبيبقى عندنا جينات على الكروموزوم واي ده اللي هو الخاص بالذكورة بيحول الغدة الجنسية الاولية الى خصية. لو هذا الجين مش موجود او هذا الكروموزوم مش موجود اوتوماتيكالي تبقى مبيض. لما الخصية تتكون هي اللي بتطلع هرمون الذكورة اللي يعمل تكون للأعضاء التناسلية الداخلية أو القناة الداخلية في اتجاه الذكورة. لو غاب الهرمون، لو غابت الخصية وغاب الهرمون، على طول الجنس الداخلي يبقى أنثى. وكذلك الجنس الظاهري من بره، إذا وجد هرمون الذكورة اللي هو طالع من الخصية اللي تكونت بناء على الكروموزومات، إذا هو موجود يبقى هيبقى الناتج يعمل جنس ظاهري كذكر. لو هو مش موجود يبقى الجنس الظاهري هيبقى أنثى، يعني أوتوماتيك هي الجنين دائما يمشي في اتجاه أن يكون أنثى. وبالتالي اللخبطة بتيجي فين؟ اللخبطة بتيجي أن أنا عندي الهرمون ده يا إما ما يفرزش، يا إما يفرز بكميات قليلة جداً، او ان المستقبلات بتاعته اللي في الانسجه اللي هي بتستجيب وتتاثر وتتحور بناء على وجود هذا الهرمون تبقى غير موجوده او غير فعاله. فالهرمون يبقى موجود لكنه مش موجود مش فعال، وده هو سبب حدوث التخنث اللي هو الاضطراب في الجنس الظاهري
بما يخالف الجنس الداخلي للجنين. هذه الاضطرابات سواء في إفراز الهرمون أو في عمل الهرمون من خلال المستقبلات ليس لها علاقة بأن الأب والأم أقرباء أو في بينهم صلة قرابة أو أن الأب يكون مدمن أو بيشرب حاجة، ليس لها علاقة بهذا الأمر. هو ممكن يكون إما على المستوى الجينات أو غير معلوم السبب، غير معلوم السبب ليه بيحصل كده. حالة المريض اللي هو محمد، هو محمد ربي على أنه أنثى، وهو يعني ظاهريا وعضويا أنثى لكنه عقليا ذكر. هو ده حالة من حالات اضطراب الهوية الجنسية الحقيقية. بس محمد الحقيقة عنده مشكلة تانية، إنه هو عنده مصدر بيفرز هرمون الذكورة بنسبة عالية. المصدر ده ممكن يبقى في الغدة الكظرية أو ممكن يكون في الغدد الجنسية الأولية، يعني المبيض عنده ممكن يبقى فيه جزء منه مبيض وفيه جزء منه خصي، أو الغدة الكظرية بتفرز هرمون ذكورة بدرجة عالية. احنا حقيقة الفحوصات بتاعته أكدت هذا الكلام، عملنا له اللي احنا بنسميه القياس الديناميكي للهرمونات، لقينا فيه ارتفاع في نسبة هرمون الذكورة والاستجابة للهرمون المصفر لما بنحقنه، وده معناه ان هو عنده مصدر بيفرز هرمون الذكورة بنسبة عالية، وبالتالي ده عنده نوع من المشاكل العضوية في انتاج الهرمونات بتاعته. وعشان كده حتى لو هو ظاهريا وداخليا انثى، هو عقليا ذكر وعنده اضطراب عضوي. هو الحقيقه كمان مر بقى بكل المراحل التشخيص والعلاج مع الطب النفسي، وصار في العلاج النفسي والسلوكي مده اكتر من 5 أو 6 سنوات، وثم أخذ اللي هو الدور الجنسي، يتعامل مع المجتمع كأنه رجل وكذكر، والمجتمع قبل على هذا وهو قبل المجتمع، ويمكن هو شكله ظاهريا فقصة شعره ولحيته ويعني وبالتالي احنا الموافقة بناء على أن في اضطراب عضوي، وأن هو العلاج النفسي لم يسفر عن أن هو يتحسن، وبالتالي الحل في المعاناة اللي هو عايش فيها ان احنا يتم تصحيح الجنس للجنس الذكري.